من آباء وأزواج وإخوة وأبناء، وجئنا لنشد على أيديهم بل لنحملهم مسؤولية ما كلفهم به الله، ولنذكرهم بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فأي خير أبلغ وأعمق من حمايتهن من مكائد شياطين الإنس الذين يريدونهن أن يتنصلن من دينهن وأحكام ربهن ويخرجن عن طمع أوليائهن ويسهل على ازدياب البشرية الوصول إليهن وانتهاك أعراضهن وكرامتهن. أيها الإخوة والأخوات، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأين ستجد أيها الرجل ذات الدين إن أقر قانون يشرع العهر والرذيلة ويعاقب على العفة والفضيلة؟ قانون يضمن للابن والبنت حرية المصاحبة والفساد داخل المنزل، ثم يقصي صاحب هذا البيت عن بيته ويعاقبه بالسجن أو غرامة مالية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أنكر المنكر على أهل بيته. الله أكبر، الله أكبر. في أي زمان نعيش؟ وفي الختام، هذه رسالة وصرخة. أما الرسالة فلتلك الجمعيات والمؤسسات النسوية الممولة من أعدائنا، فنقول لهم: إنكن لا تمثلننا، إنكن لا تمثلننا ولا تمثلن نساء فلسطين. من يمثلنا هو من يصون كرامتنا ويحمي عرضنا، ونحن لا نرضى بغير الإسلام وأحكامه أن تحكمنا. إن شرف آبائنا وإخواننا وأبنائنا وبناتنا مصان بأحكام الإسلام وبشريعة الرحمن. إن الغرب الذي يستأجركم هو من يعاني من دمار الفسق والرذيلة، وهو من يحتاج لاجتذاذ حضارته ومعالجته الفاشلة، وهو الذي يفتقر لقانون رباني يعيد التوازن للبشرية جمعاء. أما الصرخة فهي لرجال فلسطين، فنقول لكم: أنتم حماتنا، أنتم حماتنا، ونحن أعراضكم. نحن أمانة في عنق كل رجل منكم، وعليكم حمايتنا مما تدبره السلطة ومن وراءها لتدميرنا وتدمير أسرنا. يا آباءنا، يا إخواننا وأزواجنا، يا أبناءنا وفرزات أكبادنا، قفوا المواقف التي يحبها الله ورسوله، مواقف الرجال الغيارة، فلا تخذلونا ولا تمكنوا السلطة وتلك الجمعيات النسوية من إفساد أسرنا وتدمير بيوتنا. ومن لا يغار على عرضه ولا يجيب استنصار عرضه فباطن الأرض خير له من ظاهرها. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، والحمد لله رب العالمين. لبيك لبيك يا أختاه، لبيك لبيك يا أختاه، لبيك 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 يا أختاه، لبيك 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 يا أختاه. وإن شاء الله ستكون مواقف سريعة حتى لا
على العشائر والوجهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسأكون أول الملتزمين بالوقت بحيث لا تتجاوز الكلمة دقيقتين. أيها الجمع الكريم، اليوم كلام فصل، اليوم كلامنا كلام فصل وليس من هزل. أبناؤنا، بناتنا، نساؤنا ليس ملك يمين من غرب، وليس رهن إشارة شفاد الآفاق، وليسوا تحت رحمة سلطة أوسلو. نحن أهل البلد، نحن من يقرر مصائر أهلنا، نحن الذين نقرر، وليس الحكومة ولا السلطة ولا الجمعيات السيداوية ولا حقدة من نسويات حاقدات على نسائنا. من أنتم؟ من أنتم حتى تتحكموا بمصائر أبنائنا وبناتنا ونسائنا؟ من خولكم؟ قولوا لنا ماذا تريدون؟ أتريدون أن يكون لبنت أحدنا صاحبا وخليلا ولا نتوكل؟ أتريدون أن يكون أبناؤنا وبناتنا جذابا ولا نتحرك؟ أتريدون أن تعهروا بيوتنا ونسكت؟ كلا كلا، اليوم هذه الجموع بل كل فلسطين يقولون كلمة واحدة، فلتسمعها الحكومة والسلطة، فلتسمعها الحكومة والسلطة من ورائها. قانون تدمير الأسرة لم يمر، تحديد سن الزواج لم نقبله، اتفاقية سيداو غبارة نردها في وجه الكافر التي أنشأها. هذا قرارنا، نموت ولا ينال من أعراضنا، نفنى ولا تمس نساؤنا، لا ينال من أبنائنا وبناتنا، لا ينال من أبنائنا وبناتنا إلا على جماجمنا. فانتهوا خيرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورددوا من ورائي: تسقط تسقط سيداو، تسقط تسقط سيداو، تسقط تسقط سيداو، تسقط تسقط سيداو، يسقط من وراء سيداو، يسقط من وراء سيداو. بارك الله فيكم وسلم. نشكر الحاج عبد الوهاب على تبيان هذا الموقف الذي لخصه في جملتين: تسقط سيداو ويسقط من وراء سيداو. فنشكر العشائر على هذا الموقف. والآن مع موقف عائلة الجعبري يبينه الحاج أبو خضر الجعبري، فليتفضل مشكورا. وأريد أن أنوه بأن هذا الترتيب لا يدل على شيء، وإنما هذا اجتهاد، وكلكم طامات وكلكم هامات وكلكم لكم كل احترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأعزائي أيها الحضور، أريد أن أذكركم بأن هذا الأمر لا يتقدم تفسيره. هذا القانون الجائر الذي يمس بأعراضنا وشرفنا وحمية رجالنا، يكفينا ما تجرعناه في الماضي من مرارة العيش وظلم الاحتلال، وما زلنا في هذا المستقبل. نريد في هذا المستقبل أن نبني جيلا يتمتع بحمية الرجال وشرف العائلة وعفة النساء.
أما إذا كان سكتنا على هذا القانون الجائر فإننا سنصل إلى الجحيم. إخواني، إن السلطة تتضرع بمؤسسات حكومية، بمؤسسات دولية، فماذا فعلت لنا هذه المؤسسات؟ من مجلس الأمن للجمعية العامة لمحكمة الجنايات ماذا أخذنا منها؟ لا شيء. فكيف بنا أن نستقبل هذا القانون الذي يسعى إلى تفكيك الأسرة ومن ثم تفكيك العشائر والمجتمع وإسقاط الوطن كامل؟ أتمنى من الجميع بأن هذا القانون لن يمر علينا أبدا مهما كلفنا. وأنا أقول أن بعض الدول الأجنبية قد شعرت بالخطر من هذا القانون الذي طبقته على شعبها. فبريطانيا مثلا الآن تئن له وضع اللقطاء الذين فيها، وأنزلت سن القانون زواج إلى 16 عام، فكيف بنا نحن نتمسك إلى 18 عام؟ وأنا أقول من هذا المنصب، من هذا المركز، إن أي فتاة تريد أن تتزوج في سن مبكر أنا على استعداد أن أقوم بكتب قرارها غصبا عن السلطة وغير السلطة. إيش هو أكبر؟ ولا عيش. يا إخوان، الآن سنقف وقفة رجل واحد، نحافظ على حمية الرجال ونخوتها وعفة نسائنا وطهارتها. أتمنى من الجميع ألا نسكت من هذا اليوم، ونحن على استعداد أن نبقى يد واحدة حتى نسقط هذا القانون الجائر. والسلام عليكم ورحمة الله. يسقط قانون الإجرام. يسقط قانون الإجرام. بدنا عفة واحترام. بدنا عفة واحترام. فليحكم شرع الرحمن. فليحكم شرع الرحمن. تسقط سيدا والشيطان. تسقط سيدا والشيطان. حبي. الله أكبر. حبي. الله أكبر. بارك الله بالحاج أبو خضر الجعبري الذي بيّن الموقف لعائلته الكريمة برفض اتفاقية سيداو ورفض قانون تحديد سن الزواج، فنشكره على هذا الموقف. وننتقل لموقف عشائر بيت لحم، وننوه بأن هذه المواقف هي لكم يا عشائر، وبأن هذه الوقفة هي وقفتكم، وبأن هذه القضية هي قضيتكم. فنريدكم أن تسمعوا السلطة ومن يقف خلف اتفاقية سيداو مواقفكم بشكل واضح وبين وبشكل موجز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. باسم الغيارة بالمخيمات وقرى ومدن محافظة بيت لحم، الغيارة على أعراضهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس من هذه الأرض المباركة، نعلنها مدوية أمام الله وأمام المؤمنين ليسمعها القاصي والداني. إننا نعلن من مدينة خليل الرحمن من الأرض المباركة رفضنا القاطع والتام والمطلق لما يسمى زورا وبهتانا قانون حماية الأسرة، بل هو قانون تدمير الأسرة.
بمخالفته الواضحة والكبيرة والخطيرة لشريعتنا الغراء وأحكام ديننا العنيف، والتي تسعى السلطة إلى إقراره، فهو إقرار للرذيلة ونشر للفاحشة والفجور والسهور والفساد والإفساد، وتدميرا للأسرة والمجتمع، وقانون يبيح التعدي على أعراضنا جهارا نهارا، ومسح لنسائنا اللواتي كرمهن الله من فوق سبع سماوات، عفيفات طاهرات قانتات راكعات ساجدات، فأعراضنا خط أحمر، فلن نقبل بالسماح للأوغاد والمؤسسات النسوية والداعين إليه للرجالات السلطة إلى إقرار هذا القانون الغربي الظالم الجائر، فلن نسمح لكم البتة بإقراره، فأعراضنا شرفنا وهي حياتنا، نبذل في حمايتها الغالي والنفيس، ونفديها بأرواحنا وبكل ما نملك، ولتسمع السلطة ورجالاتها أن هذا القانون لن يمر إلا على أجسادنا وأرواحنا، فحذاري أن تعبثوا بأعراضنا. قال الحق سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكومة الموجود، يا حكومة الموجود، ما بيمر هذا القانون، ما بيمر هذا القانون. أسمعت يا مجدلاني؟ أسمعت يا أمل حمد ماذا قال ممثل عشائر بيت لحم؟ بأن العرض عند المسلم هو كالروح والدم. فلتسمعوا هذه العشائر، فنشكره على هذا الموقف، وننتقل إلى موقف أهلنا وإخواننا عشائر دورة، يبينه الحاج مصباح رجوب أبو عودة، ونطلب الإيجاز في تبيان المواطن. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. إخواننا كل المتحدثين عبروا عن هذا الموقف الغير صحيح والغير قانوني وغير إسلامي. حقيقة أننا دعينا قبل 4 سنوات إلى رام الله، وكان وجه نظرنا أكثر من 50 رجل عشائر، استنكرنا ورفضنا سيدوف، وقالوا لنا نأخذ الذي يعجبنا ونرفض الذي لا يعجبنا، ورفضنا كل الذي يعجبنا واللي لا يعجبنا قبل 4 سنوات. وأنا ولا أزال أرفض قرار سيدوف الذي يهيمن علينا ويخل بالمواقف الشريفة عندنا، ولا أنا أطيل كون إخواني الذي تحدثوا عبروا عن وجهة نظرهم، ولا داعي لكثرة الاستنكار والرفض، وإحنا رفضنا هذا قبل 4 سنوات. وشكرا لكم والسلام عليكم. هذه أرض الشهداء، هذه أرض الشهداء، والمنكر فعل الأعداء، والمنكر فعل الأعداء. أكبر، الله أكبر. بارك الله بالحاج الذي بين أننا لا نريد الاتفاقية ولا أي بند فيها،
فنحن أصحاب رسالة، ولنا مبدأ ولنا أحكام، لا ينقصنا قدرات الغرب ولا قوانينهم الفاسدة. وننتقل إلى الموقف التالي، إلى موقف عشيرة آل أبو عيش والعواوي الكرام، يمثلهم المختار الحاج ربحي أبو عيش، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا يا إخوان شايفين نسجل موقف يرضي ربنا سبحانه وتعالى ورسوله، وهذه القوانين المجرمة لن نسمح ولا بحال من الأحوال. بنقول لجنا بالسلطة، أعراضنا بالسلعة تباع وتشترى. أنتم مجرمون، وأنتم عبثتم في أوطان في مقدساتنا، وتآمرتم وخنتم، خنتم الله ورسوله، وخنتم الأرض المباركة فلسطين. وبنقول للسلطة وإسلام السلطة، لا تلعبوا في النار، أعراضنا خط أحمر، لا يمكن ولا بهذه الأحوال أن نقبل بهذه القوانين المجرمة المستوردة من الغرب الكافر. يكفيكم تآمر، يكفيكم تخاذل، هذا الأمر مرفوض من كل أهل فلسطين. من مات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات دون إرضه فهو شهيد. من أنتم حتى تلعبوا وتتنازلوا وتتآمروا على بلادنا وعلى أراضينا؟ من أنتم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ألهذه الوقاحة، ألهذه السفالة وصلتم؟ ما بكم؟ أليس في دمائكم دماء الرجال ولا دماء العرب؟ ما بكم؟ والله هذه القوانين المدمرة لن نسمح لها أن تمس أعراضنا على الإطلاق. فارتجعوا وتوبوا، كفاكم ذلا وعارا، كفاكم خسة، كفاكم نذالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي تنازل عن الأرض، اللي تنازل عن الأرض، ما بيتأمن على الأرض، ما بيتأمن على الأرض. على هذا الموقف الذي بيّن فيه أن الأعراض خط أحمر. والآن نستمع إلى موقف عشيرة آل أبو سنين الكرام، يبينه الحاج علي عاشور ممثلا عنهم ونائبا لرئيس مجلس العائلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن آل أبو سنين جميعا، فإننا نبرأ إلى الله عن كل ما خالف شرع الله من اتفاقية سيدال ومخرجاتها من قانون حماية الأسرة، بل قانون تدمير الأسرة. ذلك أن هذا القانون وهذه الاتفاقية التي إن طبقت فإنها ستؤدي إلى انحلال مجتمعنا وأسرنا، وتؤدي إلى انتشار الرذيلة والفساد والزنا واللواط وكل ما يؤدي إلى انحلال المجتمع، ليصبح كالمجتمعات الغربية الذي لا يعرف الولد والده ولا الوالد ولده، ولا يستطيع ولي الأمر أن يقوم وهو المسؤول عن من هو المسؤول عنه من ابن أو بنت، أو أن يقوم من هو المسؤول عنه من ابن أو بنت أو أخت أو زوجة يحافظ على الشرف. وإنما هذه الأسرة ستنحل وينعدم منها الاحترام. الإخوة الأكارم، الإخوات المجدات، إن سكوتكم على ما ينشرونه بيننا من الرذيلة وأفكار علمانية من سلطة وجمعيات نسوية، وعدم التصدي لهم ومحاسبتهم وإيقافهم عند حدهم، كل ذلك حفزهم على التمادي في غيهم
لنشر فسادهم، وإننا إن لم نقف صفا واحدا في وجوههم فسيدمرون أسرنا ومجتمعنا. وكذلك فالمطلوب منا عدم التراخي واللامبالاة في هذا الأمر، والوقوف بجد وحزم في وجه كل من يريد إفساد مجتمعنا وشبابنا وبناتنا. وليكن معلوم للجميع أن شرفنا وعرضنا هو خط أحمر لا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحوال تجاوزه مهما كلفنا ذلك. ونقول لمن يسعى بإحضار هذه الإكفاءات والقوانين: اتقوا الله واسمعوا قول ربكم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونقول لهم: ألم تروا أن أهل فلسطين عامة من عامة الناس وعلماؤهم ومحاموهم ونساؤهم ورجالهم يرفضون هذه القوانين والاتفاقيات، فما الذي تريدونه؟ أيها الأخوة الأكارم، لا أريد أن أقول كثير، ولكن أقول لكم: أترضون أن تأتي بناتكم إلى بيوتكم بإشتاقهن وأنتم تشهدون؟ أترضون أن يرفع أبناءكم وبناتكم شكاوي عليكم؟ لا والله. أترضون في حياتهم الخاصة عند تقويمهم؟ أترضون أن ينتشر بينكم زواج المثليين؟ لا والله. أترضون أن تقول لكم بناتكم جسمي ملكي؟ لا والله. أترضون أن تشيع الفاحشة في مجتمعنا؟ إن رضينا بذلك فالله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. الإخوة الأكارم والأخوات الماجدات، تذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالعرض خط أحمر، نموت دون أن يمس مهما كلفنا ذلك من ثمن. لذلك علينا أن نعمل بكل جد واجتهاد في وجه هذه المخطيات الطاغية بكل الوسائل الممكنة وبكل حزم لإفشاله ومنع تنفيذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بالحاج على هذا الموقف الواضح برفض اتفاقية سيداو. ونستمع إلى الموقف التالي، وننوه مرة أخرى بأنكم كلكم هامات وقامات، وهنالك وجهاء من الخليل وخارج الخليل، فاجتهدنا في الترتيب، فاعذرونا إن أطلنا على البعض. والآن مع موقف عائلة الطويل يبينه الشيخ وليد الطويل، ونطلب منه الإيجاز، وإن شاء الله عندما يعين الأذان نكمل وراء الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين. إخواننا الكرام، الخطابات خلصت، الخطابات خلصت من هوني، من خليل الرحمن، من قبر إبراهيم عليه السلام، من بلد الشهداء، من بلد العصرة. نقول ونحذر وسنفعل أن ستكون هناك انتفاضة كبيرة عارمة على هذا القانون وعلى من أتى بهذا القانون. تكبير! تكبير! وسيكون إن لم يستمع اشتيوا حكومته ويقدم استقالته على هذا القانون الجائر، سيكون هناك عصيان مدني في كل الضفة الغربية حتى لا نتعامل مع هذه السلطة التي فرطت في أرضنا ولن نسمح لها أن تفرط في أرضنا. لو كلفنا هذا أرواحنا وعلى هذا النهج إن شاء الله سنكون، وباسمي وباسم عائلتي لن يمر هذا القانون. لو خلونا، لو أفنونا،
من الكبير إلى الصغير، والله ولي التوفيق. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! بارك الله بالشيخ وليد على هذا الموقف. أسمعت يا مجدلاني ماذا قال الشيخ؟ أسمعت يا أم الحمد ماذا قال الشيخ؟ أسمعت أيتها السلطة ماذا قال الشيخ؟ نعم، هذا هو موقف أهل فلسطين، أعراضهم خط أحمر. والآن ننتقل إلى موقف عشائر يطا، يبينه الشيخ جبريل جبور أبو نضال، بل يتفضل مشكورا. نردد وراء الأذان ومن ثم نستمع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعزنا الله بالإسلام، رفع منزلتنا بالإسلام. رب العزة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم حاجتنا، يعلم ما يحقق سعادتنا، يعلم ما يحقق عزنا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لبى ذلك في كتابه العزيز، أنزل لنا أحكاما تجعلنا في مصاف خلق خير خلق الله، أكرم الإنسان بهذا الدين. لا نقبل أن نتنازل عن هذه المنزلة، عن هذه العزة. يقول جل في علاه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول جل في علاه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. من لم يحكم بما جاء في كتاب الله خرج عن ملة الإسلام، حتى ولو كان الأمر صغيرا. الإسلام كل متكامل، الإسلام يكفي حاجتنا في دنيانا وفي آخرتنا. أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بهذا الدين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سقي نفسه. هؤلاء الذين ينادون بهذه القوانين التي وضعها أعداء الإسلام، الذين ينمون النيل من الإسلام ومن أخلاق الإسلام ومن عفة الإسلام، هؤلاء سداد الأفاق، هؤلاء المخنثون يريدون أن ينالوا من ديننا. فأقول، قولوا لي تصل، أقول: أنت يا مؤمن على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبل. نحن ذاهبون إلى الله، وسوف يحاسبنا الله جل في علاه. ماذا قدمت لهذا الدين؟ هل وقفت وقفة حازمة أمام هذه القوانين؟
التي وضعها أعداء الإسلام من نيل منا ومن ديننا ومن شرفنا ومن حرائرنا. لا والله، أدوا الأمانة كما طالبنا الله بها. أعاننا الله وإياكم على رفعة هذا الدين وعلى عزة هذا الدين وعلى صوم أعراضنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لنسائه، فكونوا كما أوصاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعانكم الله على رفعة هذا الدين واتباعنا له. هن النساء الأطهار، هن النساء الأطهار، لن تقبل أبدا بالعار، لن تقبل أبدا بالعار. طيب الله هذه الأنفاس، ونسأل الله أن يكثر من أمثال هذا الشيخ الواعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كلماته مفتاحا له لدخول الجنة. والآن ننتقل إلى موقف إخواننا المهجرين وأبناء المخيمات، يمثلهم الشيخ جبريل السراحني، فليتفضل مشكورا. ونطلب من الوجهاء أن يجيزوا في تبيان المواقف. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون، وما تحسب من الله حكما لقوم يوقنون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نحن رجال العشر رفضنا الرفض القاطع والحازم والجازم بما يسمى قانون حماية الأسرة، ونعتبر ما جاء به مخالفا لشرع الله، ولن نقبل بذلك بحلينا ما بقي فينا هواء نتنفسه، لن نقبل بذلك أبدا، لأن هذا يسعى إلى تدمير الأسرة. وما هو بحماية الأسرة؟ بل هو التدمير وليس الحماية والتعمير. وأن هذا القانون يقضي على أساس العلاقات التي تبنى عليها البيوت، والتي تبنى على المعروف والتسامح والاحترام، وأن هذا القانون فيه من الفظاظة في صياغة مواد قانونه وفي تعريف التعنيف النفسي والاقتصادي والأسري بما يطول كل أشكال العلاقات ويخضعها للمحاكمات الخارجية والفضائح وليس التستير. إن هذا القانون يشكل انتهاكاً للخصوصيات للآباء في القوامة في البيوت في تربية الأبناء وعلاقة الأب مع أبنائه والرجل مع زوجته. إن شرعنا لهذا القانون بإعطاء الحق لكل من يريد أن يتجسس على البيت وأهله، ويستطيع الجار أن يقدم شكوى في جاره من حيث لا يزعم، ويدخل إلى السجن ويغرم بالمال. أي قانون هذا؟ إن هذا القانون نرفضه جملة وتفصيلا، ولن نقبل به. وأن هذا القانون قام على أساس تغيير نظام الأحوال الشخصية المعمول به لدى المحاكم الشرعية. إن هذا القانون يلغي الأحكام القطعية ومحاداة لله وللرسول. إنه يحاد الله والرسول، وتحريم ما أحل الله وإحلال ما حرم الله. إن من يميع ديننا باسم حماية الأسرة، إن هذا عليه لعنة من الله، يتخلى عن دينه وعقيدته. هذه ليست حماية، هذه نجاسة، هذه دياسة، هذه قذارة وحقارة. باسم المصلحة والمحافظة على المصلحة، أن تخضع لربك سبحانه وتعالى. بالمصلحة أن تقول سمعنا وأطعنا، ولا تقول سمعنا وعصينا.
إن الفتن التي تعصف بالأمة تتطلب منا أن نعتصم جميعا بحبل الله وأن نبقى متمسكين بدين الله. إنه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا زمان الفتن، هذا زمان الفتن يباع فيه الدين بحفنة هزيلة من الدولارات. فمهما أنفقت يا غرب يا حاقد، إن الذين ينفقون أمواله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، فلهم الحسرة في الدنيا والآخرة. وأننا نناشد كل الأحرار من أمة الإسلام عامة وأهل فلسطين الخاصة بعوائلها بفصائلها بأطرها بكافة كل الغيورين رفض هذا القانون المدمر للأسرة، وأننا لن نقبل لو دفعنا أرواحنا ودماءنا في سبيل ذلك، لن نرضى لغير القرآن وهدي المصطفى لنا صلى الله عليه وسلم حكما وتحكيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليحكم شرع الرحمن، فليحكم شرع الرحمن، تسقط سيداو الشيطان، تسقط سيداو الشيطان. تكبير الله أكبر. نشكر الشيخ على هذا الموقف البين وعلى هذه الكلمات الواضحة. والآن ننتقل إلى موقف عشائر حارة الشيخ يبينه ويمثلهم الحاج فضل عابدين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أحيي هذه الوجوه الناظرة التي أسأل الله أن تكون لربها ناظرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، ورضي الله عن الخلفاء الراشدون وعن أمير المؤمنين عمر الفاروق القائل: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قالها يوم جاء ليستلم القدس، وكأنه يقولها لأهل فلسطين، لم يقولها في مكة ولا في المدينة. الحمد لله القائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والقائل أيضا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والقرآن دستورا. وحيث أن الحكومة الفلسطينية على وشك إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، والذي انبثق عن اتفاقية سيداو، والذي تدعمه بعض المؤسسات النسوية وبعض منظمات المجتمع المدني، وهذا يعارض ديننا وأخلاقنا وأعرافنا. من أجل ذلك هب حماة الإسلام وحراس عقيدته لرفض هذا القانون والذي يتعارض مع ديننا الحنيف. كان هذا اللقاء لإنكار هذا المنكر والذي نرفضه ربا قاطعا، فإن لم يكن للحق أنت فمن يكون؟ إن إقراره من الحكومة جريمة بحق الشريعة،
والقيم النبيلة للمجتمع الفلسطيني المسلم. من أجل ذلك نقول لرئيس الحكومة والوزراء أن لا يقروا هذا القانون، لأنهم بذلك يخالفون شرع الله ولا يلهثوا وراء المانحين، وأن يتوجهوا للذي خزائنه لا تنفذ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن هيهات هيهات لهم أن يصلوا لما يريدون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إنا نبرأ إليك مما يعمل الظالمون والمجرمون والمفسدون، ونبرأ إليك من كل فعل لا يرضيك ولا طاقة لنا في دفعه وإنكاره. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. بارك الله لكم ونفع بكم، وجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتكم، ورفع قدركم، وغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسقط سيداو، تسقط سيداو، تسقط سيداو، تسقط سيداو، تسقط سيداو، تسقط سيداو. بارك الله بالحاج على هذه الكلمات. أيها الإخوة، نعلم بأن الطقس بارد، ونعلم بأنكم واقفون على الأقدام، ولكن القضية كبيرة، والأمر جلل، والأمر عظيم، والأمر خطير، وإن شاء الله لن نطيل عليكم، فقد طاردنا على الانتهاء. والآن مع موقف عائلة النتشة يبينه الحاج عمر النتشة، ونطلب من الجميع أن يوجد في الموقف حتى لا نطيل على الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. إنما نحن يا أخواننا في هذا البلد، إن باسمي وباسم عشيرة آل النتشة في الوطن وفي الشتات، وباسم الغيورين على هذا البلد، وباسم الغيورين على ديننا الحنيف، فإننا سنقف سدا منيعا أمام تنفيذ أي قانون يخالف الشرع الإسلامي، وخاصة شرع سيداي وقانون سيداي، فإننا سنقف بدمائنا وبأرواحنا لمنع هذا القانون أن يمر، ولن يمر إلا على أجسادنا. إخواني، إن الذين يتحدثون عن حقوق المرأة ويتغنون في حقوق المرأة، فإننا نعلم ما هي قيمة المرأة عندهم، ولكن الإسلام عندنا حفظ حقوق المرأة وحفظ كرامتها وحفظها إلى يوم الدين. وإننا نقول للسلطة الوطنية الفلسطينية، إذا كانت المساعدات التي تأتيكم من الدول المانحة مربوطة بتنفيذ قانون سيداي وغير سيداي، فإننا نقول لهم نموت جوعا ولن نموت مخالفين لأمر الله سبحانه وتعالى. يا حكومة الموجود، يا حكومة الموجود، ما بمر هذا القانون، ما بمر هذا القانون. تكبير، الله أكبر. فنعيد نكرر بأن قانون سيداي لم يمر في هذا البلد الآمن، وإننا إحنا وجميع رجالات هذا البلد نعارض قانون سيداي، ونقف في وجه قانون سيداي. فلتسقط سيداي، فلتسقط سيداي، فلتسقط سيداي، تسقط سيداي، تسقط سيداي. بارك الله بالحاج. والآن مع موقف عشائر الظاهرية يمثله الشيخ محمد جواد البطاط، فجود البطاط، فليتفضل مشكورا، ونطلب من الجميع الإيجاز، ونشكركم على هذه الوقفة، فالقضية قضيتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الطيبين الطاهرين. وبعد، فيا عباد الله، لا أريد أن أكرر ما قالوه إخوتي، ولكنني أريد أن أوجز وأختصر لأعطي الفرصة لغيري. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي أنا محمد جود البطال، وباسم عشيرة البطال، وباسم عشائر مدينة الظاهرية، أهلي وإخوتي، باسم الشرفاء والغيورين على دينهم وأعراضهم، فإننا جميعا نعلن رفضنا القاطع لاتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة المنبثق عنها، ولن نسمح لا للسلطة ولا للجمعيات النسوية بتمريرها علينا وفرضها قوانين، وإننا إذ نعلن موقفنا هذا لأنه يعتبر عدوان سافر على عقيدتنا وأعراضنا، وإننا إذ نرفع راية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نقول للجمعيات السيداوية والسلطة الداعمة: ارفعوا أيديكم عن أسرنا، ارفعوا أيديكم عن أسرنا وأعراضنا، فدوني الرقاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. نسقط قانون الإجرام. نسقط قانون الإجرام. بالنعف واحترام. بالنعف واحترام. نسقط صدام. نسقط صدام. بارك الله في هذا الشيخ الذي قال بأن الأعراض دونها الرقاب. والآن مع موقف حارة القزازين يمثلهم الحاج حاتم بدر مختار عشائر حارة القزازين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد ومن ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محدودا، وجعلنا الحكام على الناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر والعزة لله. كان لزاما علينا أن نقف هذا الموقف لنغيظ به الكفار ونظهر جوهر وحقيقة سيداو، ولأن أخطر مواد هذه الاتفاقية أنها تجعل مرجعية المواثيق الدولية فوق مرجعية الشريعة، ورفض أحكام الإسلام في الزواج وتقسيم الميراث، وعدم معارضة عمل النساء في الدعارة، ونشر الفساد والتحلل. أريد أن أختصر أقول أن كل ما جاءت به هذه الاتفاقية حرام ولا يجوز العمل به، فهذه مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى. ونحن هنا إذ نعلن أمام الله وأمامكم بأننا براء مما يمكرون ويخططون، نبرئ ذمتنا أمام الله تعالى في إنكار ورفض هذه الاتفاقية رفضاً قطعياً جازماً في كل ما ورد فيها من قرارات ومواد وبنود، امتثالاً لأمر الله تعالى وتحقيقاً لطاعته. وإننا لا نخاف على الشريعة الإسلامية، فسندها رباني
وسندها جماهير المسلمين، أنتم سند هذه الأمة، نحن أهل فلسطين في هذه الأرض المباركة، ونحن مطالبون حتى آخر رمق بالدفاع عن بلادنا وأسرنا وشرفنا، ونعلي الصوت بوجه كل من يريدون إفساد علينا ديننا وأعراضنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أقم دولتنا ورد علينا ضالتنا، اللهم آمين اللهم آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة طه الهادي، والصلاة طه الهادي دون العرض الشهادي، دون العرض الشهادي. تكبير الله أكبر. بارك الله بالحاج. والآن نستمع إلى موقف الأسرة الأيوبية، ويمثلهم الحاج صبحي قفيجة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا الموقف باسمي وباسم الأسرة الأيوبية جميعا، باسم هؤلاء الرجال الذين أتوا مع سيدنا صلاح الدين الأيوبي ليفتح هذه البلاد من براثن الصليبيين، وما زلنا ثابتين على ديننا حتى الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. إن هذا القانون أيها الإخوة والأخوات هو يستهدف الحصن الأخير لنا، الحصن الإسلامي الأخير لنا، وهو حصن الأسرة. هذا الحصن الذي سنبقى مدافعين عنه مهما بلغ من تضحيات لنا، لأننا سنبقى ثابتين على الدين. وأريد أن أنوه إلى إخواننا في السلطة الفلسطينية، عندما أسمع أخي الحاج خضر، الحاج فريد خضر الجعبري، بيقول أنا بدي أعقد واللي بده يجي يعقد عندي. طب ما احنا في عندنا محكمة، طب ليش ما المحكمة تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى؟ عندما تعقد العقود خارج المحكمة هي أيضا عقود شرعية، إذا توافق فيها كل بنود العقد عقد الزواج. لكن بعد سنة ستكون هنالك أطفال وحبالة وما إلى ذلك، أين سنذهب؟ أنا بقول باسمي وباسم كل الخيرين في هذا البلد أن السلطة تعيد النظر في هذا القانون، وخاصة تطبيق سن 18 للزواج. وهذا الكلام كله يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وليعلم الجميع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق من سيداو وأصدق من كل من يخالف شرع الله. وبارك الله فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سلطات المفسدين، يا سلطات المفسدين، إلا عرض المسلمين، إلا عرض المسلمين. تكبير الله. بارك الله في الحاج الذي أكد على كلام أبو خضر، وبين رفض عشائر الخليل لقانون تحديد سن الزواج لأنه يخالف الشريعة الإسلامية. والآن مع موقف عشائر آل الرجب الرفاعي، يبينه الحاج فايز الرجبي ممثلا عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وشفيعنا وقائدنا، ولن نقبل غيره قائد لنا، لن نقبل غيره قائد لنا. قائدنا للأبد سيدنا محمد، قائدنا للأبد سيدنا محمد. علمنا قائدنا بأنها المرأة أم وربة بيت وعرض يجب أن يصان. ومن هذا الموقف باسم عائلة آل الرجب في هذه الديار المقدسة
في بيت المقدس وفي الخليل وعن عشائر المنطقة الشرقية من مدينة الخليل، نقول إن هذه القضية قضية مصيرية نأخذ فيها الحيلولة، الموت أو الحياة، من أجل إلغاء هذا القانون وعلى رأسها سن الزواج المبكر. ولا نقول إلا ما يرضي الله. نحن معكم، نحن نعاهد الله ونعاهد الرسول ونعاهد حرائر فلسطين وأختنا الذي قالت إننا نؤكد على إنها هي قضيتنا المصيرية ونأخذ فيها الإجراء، الحياة أو الموت، من أجل إلغاء هذا القانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك 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 يا أختاه. لبيك 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 يا أختاه. تكبير الله أكبر. بارك الله في الحاج الذي أكد على موقف عائلته الرافض لهذا القانون والرافض لقانون رفع سن الزواج، والآن مع موقف عائلة آل تميم يبينه الشيخ تيسير، فليتفضل مشكورا. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومعه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. تطبيق اتفاقية سيداو هي جولة من جولات الصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر. نعم، المستهدف من تطبيق هذه الاتفاقية الخبيثة، اتفاقية تدمير وتخريب الأسرة المسلمة، هو الإسلام. نعم، استهداف آيات الأحكام في القرآن الكريم، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت. الكافر نجح في إلغاء الخلافة منذ 100 عام تقريبا، واستولى على الأرض واستولى على المقدرات وعلى الثروات. نقول أن هذه ستعود بإذن الله، أنه الآن يتآمر على الحصن الحصين، الأسرة الفلسطينية، الأسرة المسلمة، حتى يحكم القبضة على المسلمين وعلى الإسلام. نعم، هذه الاتفاقية بعد دراسة معمقة، تناول من شرفنا، من أعراضنا، من أخلاقنا، من قيمنا، من إسلامنا، لن نرضى بها. نقول للحكومة الفلسطينية: عودي إلى رشدك. نعم، لن نقبل بتمرير قوانين اتفاقية سيداو أو تعديل قوانين العقوبات. نعم، إذا ما أقرت نحن على استعداد للسجن لأن نعاقب انتصارا لله، انتصارا لله ولحماية أسرتنا وأعراضنا وشرفنا. نقول: رددوا ورائي، فلتسقط سيداو، فلتسقط سيداو، فلتسقط سيداو، فلتسقط سيداو، فلتسقط سيداو، فلتسقط سيداو. يعيش الإسلام، يعيش الإسلام، يطبق الإسلام، يطبق الإسلام. بارك الله فيكم والسلام عليكم. تكبير الله أكبر. بارك الله في الشيخ
على هذا الموقف. وقبل أن ننهي بالموقف الأخير لأحد وجهاء آل تميمي، نبين أيها الحضور الكريم بأننا لو استمعنا إلى مواقف أهل البلد سنبقى أياما وأيام، فالكل مجمع والجميع مجمع على رفض اتفاقية سيداو، ولكن أخذنا من المواقف ما استطعنا. ولكن فلتعلم السلطة بأن الخليل قاطبة مدينة ومحافظة، وأن فلسطين من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وأن أمة الإسلام من الشرق إلى الغرب ترفض اتفاقية سيداو. ونختم مع الموقف الأخير لأحد وجهاء عائلة آل التميمي ليؤكد على موقف العائلة من هذه الاتفاقية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، أنتوا كفيتوا باسم عشائر فلسطين عامة، وعشائر محافظة الخليل خاصة، وعشائر البلد والوطن. نقول فليسقط السيداو. نحن سنقف سدا منيعا أمام كل إنسان بده يمرر هذا القانون. وشكرا وبارك الله فيكم، والله يحييكم ويحيي الشعب الفلسطيني، وتحيه للأسرى، والله يرحم الشهداء، والله يشفي الجرحى. وشكرا، بارك الله. بارك الله في الحاج أبو صدام، نشكركم على هذا الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حضوركم مفتاح لكم لدخول الجنة. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم يا الله يا رب العالمين، اللهم وفق أهل فلسطين للوقوف في وجه السلطة وفي وجه الغرب وفي وجه جمعياته دفاعا عن أراضيهم. اللهم احفظ علينا أعراضنا ونساءنا وبناتنا وشبابنا. اللهم احفظ علينا أسرنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير يا الله. اللهم عجلنا بقيام دولة الإسلام وبأحكام الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله فليكن ختامها مثل كلمة أهالي شهداء مدينة الخليل